الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه ميغان تروا سبور دو بورت اسونس، فيها موتور تيسيو 180. يعاني صاحبها من مشكل الخضان، وهو من اللي شراها هو يعني فيها تخض مرة، يقول له بوشيات مرة بوبينات مرة فيها مشكل. وانا اقترحت عليه اقتراح، قلت له لازم نجيب لي بوشيات دوريجين نبدأ نجرب بهم ساعة قبل كل شيء، ومن بعد نمشيو للبوبين نشوفو الباقي، خاطر ما تنجمش تمشي الا بالمرحلة. لازم ديما وقت الانسان يبدا عنده مشكلة هكا تاع خضان ولا كذا يمشي مراحل، وهذا بيه يخدم بالبياس دوريجين باش يقطع الشك في الحالة اللي يخدمها، يقطع منها الشك مرة واحدة. وتوا باش نبدو نوريكم نشوفو اش باش نعمل، نحو البوجيات ونشوفو نبدلوهم ونجربو الخضان تاعها يتنحى ولا لا. ان شاء الله حد البوجيات برك. طبعا هما كيما الميغان الكل عندهم بوبينه من فوق السيبا، كل بوجيه بوبينه واحده. ماذا بيكم الانسان ينحي كعبه البوبينه كما هي ويرجعها في نفس المكان اللي كانت فيه، كان محطوطه في الان يحطها في الان، كان في الدو في الدو، كان في التراب في التراب، كان في كات في كات. بوجياتها هما نوع سبيسيال، مش البوجيات اللي يجي الراجل كمانداهم من برا جابوهم من فرنسا. اللي يشوفها يقول بوجي عادي، وهي من داخل مش عاديه، مش نفس ما تعطيش نفس القوه نتاع البوجي العاديه. ها رغم اللي مركبينها هما قبل البوجيات، لكن مركبين البوجيات عاديه رغم اللي مكتوب عليهم رينو. هذه نمرة 2 شفتوها مركب لها دوبل الكترود، هذه مركب لها الكترود واحدة، يعني ما تفلسفوا على يعني هذه كيف فيه الكترود واحدة، يعني كل بوجي من نوع باش يركب. على خاطر علاش في الدار ما يلقاش الدوريجين تاعها، لأن كهرباء سبيسيال موتور سبيسيال، هذوما ديليتر في ليسونس تيربو، هذوما كل شيء عندهم سبيسيال، يعني يشوف البوجي يقول بوجي عادية وهي مش عادية. نشوفوا فيها دي الكترود، دي الكترود واحد، دي الكترود واحد، بينما البوجيات نتاعها اللي ممكن عندهم اشكاليه ولا حاجه، الريفرنس نتاعها هذه الريفرنس نتاعها، والماركه انجيكا من داخلها. نتصور يعني
رينو تتعامل من بلنجيكا اللي هي اليابان. طبعا البوبين سهل نحنها، هي مفتاح 8 مش بدها تجي معك، مش مشكلة. هذه هي البوجيه الرابعة، شفتوا مركبة ثلاثة كيف كيف، واحدة مش كيف. فيها خضة، هذه فيها خضة يعني ملاها مثبت لها مشكلة يعني ما فهمهاش. احنا تو باش نحاولوا نعاونوه باش نشوفوا ركبوا الاول اول ما نبدأ بالبوجيات باش نقطعوا الشك الساعة باش نشوفوا، ومن بعد نمشوا للبوبينات. هاي دي ماري خدم سلالي شوية عاود عاود الله يس 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 نحل البوبينة بالوحدة بالوحدة هيك، فما خضة قاعدة موجودة. رجع رجع عندك زوج عندك زوج بوبينات ضعاف. السلام عليكم. تمام. عندك زوج بوبينات ضعاف. ما تنساش خصوصا الوسط يمشي اخوها شوية. والاجناب ضعاف. زيد عاودها. عاود النحل بالكعبة الكعبة. انت هذاك اش كيعطي؟ نحلي بعد. شفته؟ شو اسكت الموتور؟ هذيك تخدم بكذا. هذه هي قاعده تخدم به. ها نحل الرابع. هذه كلام ضعيف. عنده زوج ضعاف. معناتها تو كيف ركبوا البوجيات الدورجين باش يظهر بدا يظهر العيب نتاعها. باه سكت خلينا نجيبوا كعبتين بوبين نشوفوا. تو باش نجربوا بوبينه اخرى، هات بوبينه هيك. شوفوا تتحسن الليماج نتاعها ولا لا. خدمي خدم غير بونص اي مساج. هز البوبينه فوق شوي هيك، هز البوبينه. ها هز البوبينه باش هز 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 عاود رجع سايبها سكت راه. اعطيني هذه، خلي هذيك غادي كمل كمل. اعطيني هذه. طبعا علاش احنا حتى احيانا تلقاهم كلهم مسحوش. جربوا نشوفوا البوجي الثانيه. هاي نحلوا البوبينه الثانيه اللي هي عندنا فيها شكل، هي نمره اربعه. نمره اربعه مره خدم سيداري. ما استنى خليها تخدم، خليها هذا مشي جنب ساكت. ترى هات البوبينه اللي كانت راكبه فيها هذه، اعطيني كامل بوجيه. ما راحش في الاكسلراتور مش قوية.
مش تمسي مختار؟ حطي القديمة، حطي القديمة. القديمة. القديمة تحية تعوة. تعوة. شكون جاي؟ باش نتستوا البوبينة إذا كانت تمشي ولا لا. هذه ناحية هذه ناحية نحط اللي كان ما تمشيش. هذه. ليه رد بالك على كيف شيء باش نربطوا توا البوبينة إذا كان هي ديفوف البوبينة ولا لا. قدم لا. خادم قلت له هذه ما تعطي شيء، هذه ما هي الكره دوبينا، هذه ما تخدمش جمله. طب شوفوا بواحده اخرى ساكت وري هو ايش شوف انت شوف كهربتك ايش بوبينا ما تخدمش. خادم وغادي خادم وغادي خادم خادم نورمال ما هنا تعطي تنسي خلاص هذاك ما تعطيش البوبينة هذه نتاعك اللي هي كانت اللي كانت ما تعطيش تك 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 خدم هذا شوف هاي دكتور هاي هاي لكن تمشي قد تعطي ما تعطيش لكم لا شيء من عفو سكت فلا نتاعها نجوز نعفو الا بالدياغنوستيك هاي ركبوا بينا هذه غادي سكرهم خاطر بكري حسيت بها تمشي دو سنين عندنا. اي حسيتها حتى. وبعدين تحسنت شويه ولا تمشي تروى. صحيح. تو باش نشوفوها تمشي كات ولا. هو كان فهمني ايش عملت بالضبط. ما هي لحظه تو فاهم اكيد تو فاهم. لحظه. انا حطيت تفرعيس نتاع البوبينيتها قلت فما حكايه كل واحد من لون. اي مو قلت لك هما كي حيروا في الديفو يقولوا تقزوا. واذا كان تقزوا من غير خبره كيف ايه خذ انت تو شوف فيه الموتور كح كاسيلندر اكسيلري حتى في اكسيلاتير تو معش يخل اكسيلري ايه مال ها لا اكسيلري لا اكسيلري تو كي تجيب الهرب ابو ولاد هذيك راه معناها تو احنا مالنا على الاقل خسرنا الديفوين تمام تو اش عملنا احنا البوبينه هذه نتاعك ما عادش تصلح لي هنا هاي وهذه الاخرى اللي هي كانت هنا جبنا كعبه من عندنا وكعبه ما مش كيف كيف مختاره ايوا ما هم مش كيف كيف علاش خاطر هم هذيك المشكله هي الله اعلم الله اعلم انت عندك بالكاتيجيز تعطوك الاصليه لا عندهم هم عندهم عندهم تو هذول مخصوص كيف كيف هاي مخصوص مش كيف كيف لازم يتبدلوا الاربعه كيف